أهلا بكم، معكم نورس علي وأنتم تشاهدون موضوع جافا سكريبت عامة. موضوع اليوم هو كيفية الحصول على قيمة البوليان من لأي قيمة بجافا سكريبت. يعني مثلا لو كان لدي مثلا x تساوي 5، هل هذه الخمسة true or false؟ ربما تقول نعم هي true، لكن كيف تعرف أنها بالكود أنها true or false؟ بكل بساطة يمكن أن تكتب إشارة تعجب هكذا، عفوا إشارة تعجب وثم إشارة تعجب أخرى وثم تكتب X فسيقول لك True. فإذا إشارتي التعجب ثم اسم المتغير ستعطيك قيمة البوليان لهذا المتغير. فمثلا لو لدي مثلا X، أو عفوا لدي X أصبحت X الآن تساوي undefined، فأنت ستقول أنها False، لكن إذا أردت أن تعرف بالكود فإذا لاحظوا False. لاحظوا إذا كان X هي عبارة عن array فارغة ربما تقول أن X هي false، لكن لاحظوا عندما أكتب هكذا ستكون true. فإذا الarray تعتبر حتى لو كانت فارغة بجافا سكريبت تعتبر true. نفس القصة بالنسبة للobject، فلو أصبحت X تساوي object empty object طبعا، فقمت وضع إشارتي تعجب هكذا X سيعطيني true. فإذا empty array empty object هي true، قيم true بجافا سكريبت. عليك أن تعرف هذه المعلومة ولكي لا ترتكب أخطاء أثناء كتابتك للكود معتقدا أن x إذا كانت x empty array أو object فهذا يعني false. لا 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 لا، خطأ. فإذا مرة أخرى أكرر، empty array و empty object قيمتها true بجافا سكريبت. فإذا نلتقي بدرس جديد.